رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. لكن قبل ما نروح نشوف الاخبار المحليه والعالميه، الاول نروح لزميلنا فايز مجدي مراسل قناة النادي الأهلي، متواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي في أو على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. مساء الخير عليك يا فايز. مساء الخير عليك يا شيمة، وأهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيك، وعايز أعرف منك آخر أخبار وكواليس فريقنا النهاردة، طبعا التدريب الأخير استعدادا لمباراة أمس بكرة على ملعب بتروسبورت الساعة 6 مساء، الجولة 13 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز. عايزك طبعا تطمني على حالة الفريق وعلى أبرز اللي حصل النهاردة في التدريب. زي ما انت كده قلتي، ابتدى ان شاء الله المران النهاردة اليوم في تمام الساعة 4 استعدادا لمواجهة انبي غدا على استاد بتروسبورت في تمام الساعة 6، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 13 من الدوري الممتاز. وابتدى المران بمحاضرة طبعا في منتصف الملعب لمدة 5 دقائق، ثم تمرينات بدنية لمدة 10 دقائق، ثم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، مجموعة القوام الأساسي مع المدير الفني لاسارتي، والمجموعة الثانية مع أليخاندرو مدرب الأحمال. واعتمد المدير الفني لاسارتي في مران اليوم على الناحية الفنية من باص سريع بالكرة والتحرك في المساحات الضيقة والشوط خارج منطقة الجزاء، ودي طريقة اللي بيعتمد عليها لاسارتي كما ظهر في المباريات السابقة. وكان وليد أزهر ومروان محسن بيتدربوا منفردين تمرينات تأهيلية بالكرة مع الكابتن حسين عبد الدايم، وكان ياسر إبراهيم يتدرب منفردا مع الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وانتهى المران في تمام الخامسة والرابع، وفي مع نهاية المران يدخل الفريق معسكر مغلق يستعرض فيها محاضرة فنية بالفيديو استعدادا لمباراة إنبي غدا في تمام الساعة 6. وزي ما قلت لك أمس يا شيمة، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ أصدر قرار بعدم خروج أي تصريح إلا من خلاله، فتواصلنا معه وطمنا على المصابين. أحمد فتحي إن شاء الله يكون جاهز للمران الجماعي في خلال 3 أيام، واكتفى اليوم بالجري حول الملعب. ومروان محسن على آخر الأسبوع إن شاء الله يكون جاهز، ووليد أزارو يكون جاهز بعد رجوعه من تنزانيا بإذن الله. إن شاء الله، بشكرك جدا زميلنا فايز مجدي مراسل قناة النادي الأهلي.